طبعا هناك العديد من المشكلات والأمراض العضوية التي قد تسبب مشكلات وأعراض مشابهة لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. من الأمراض الشائعة فقر الدم، كلما كان فقر الدم شديد كلما كانت هناك الأعراض مشابهة لفرط الحركة وتشتت الانتباه. الشيء الثاني أيضا اللي هو مشاكل في النوم، الطفل لا ينام جيد في الليل، فصباحا لن يكون لديه القدرة على التركيز وحركة ستكون مفرطة. الشيء الثالث أيضا ضعف السمع، ضعف السمع مشابه كثيرا لتشتت الانتباه وعدم التركيز. أيضا كذلك زيادة في هرمون الغدة الدرقية، من المهم التأكد من هذا قبل التشخيص. أيضا هناك بعض الأدوية التي قد تسبب أعراض مشابهة لفرط الحركة.